السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي أكتر من 3 أشهر كده جالي تليفون، والرقم ظهر لي على الشاشة، يعني بيوحي إن هو من لندن، رقم الكود بتاع لندن. فأنا لي بعض الأصدقاء الأجانب اللي عايشين في لندن، فقلت افتكرت إن حد منهم بيتصل بي يعني، فرديت على الاتصال دوت، ولقيت شخص معرفوش، ولقيته يعني عاوز يقدم لي اوفر عندهم، يعني كان واضح ان هو بيقدم شركه خاصه. فانا على طول لما بيجي لي تليفون من النوعيه دي على طول بقفل، انما استغربت انه جاي لي من لندن يعني. ولقيته بيقول ان هو عاوز يعني يقدم لي خدمه البيتكوين، التجارة في البيتكوين. فأنا الفترة ديت كنت يعني عندي حب استطلاع، عايز أعرف إيه البيتكوين دوت، وهل الاستثمار فيه مفيد ولا فيه مخاطرة. فقلت أسمع له، فقعدت أستمع لي يعني، فكان واضح أنه بروكر يعني سمسار، واضح أنه سمسار يعني شركة سمسارة. فقلت استمع، لقيت الاوفر بتاعهم ان هو يعني افتح حساب معاهم ب$100 امريكي، وهم يدوني عليه $150، يعني الحساب يتفتح ب$250 امريكي رغم ان انا ادفع بس $100. فلما استمعت خليته يقول كل اللي عنده، استمعت لي يعني، وسالت الاسئله اللي انا عايز اسالها، وخدت فكرة يعني مجملة كده عن البيتكوين. والبيتكوين يعني الناس اللي ما تعرفش، هو عملة إلكترونيك ممكن عن طريقها تشتري، تعمل مشتريات أونلاين. يعني في دلوقتي أماكن كتيرة بتقبلها أونلاين، وممكن تعمل تحويل من حسابك لحساب شخص آخر كله بالبيتكوين، مش الحساب البنكي، لأنه ما بيمرش عن طريق البنوك، ملوش علاقة بالبنوك. فمعاملات مالية كلها بدون وساطة أي بنك، وعشان كده في ناس متخوفة منه، وفي بعض الجهات الأمنية متخوفة منه، لأنه ممكن يحصل أو من السهل أن يتم فيها عملية غسيل أموال. إنما في ناس بتقول لا، ده يعني برضو حتى لو تم عملية غسيل أموال، فمن السهل تعقب العملية، أول عملية تم التحويل فيها، وسهل تتبع سلسلة التحويلات يعني. فالمهم يعني اللي مخليني يعني متردد ان انا يعني اجربها، ان هي فلكتويتس، اللي بتطلع وتنزل تطلع وتنزل، والسعر العملة اللي هو البيتكوين دوت مش ثابتة، ولسه حاجة ما يعني مش واقفة على رجلين يعني، عشان الواحد يقدر انه يقول يعني ينصح بيها او حتى يجربها. فالمهم قلت له ايه، طيب خلاص خلينا نفكر يعني. فقال لي يعني ممكن تفتح الحساب وتفكر يعني، احنا مش هنبص على $250 امريكي، انت ممكن تقفل حسابك في اي وقت وتاخد فلوسك في اي وقت. فأنا برضو حسيت من كلامه كده يعني، أنا بشم النصابين دول، أنا بشم ريحتهم كده على طول، بعرف دخلاتهم. حتى لو حاول إنه يعمل إنه من نصاب مش نصاب يعني، زي كده لما يقول لي إحنا مش هنبص ل$250 ده، إحنا عايزين نكسب وعايزينك تكسب وإحنا الاتنين نكبر مع بعض والكلام ده يعني إيه، بعرف على طول إن كلام نصابين في الغالب يعني. فالمهم يعني قلت له خلاص، عامة اديني فرصة أفكر يعني، أنا مش ولقيت قال لي طب يعني جرب حتى افتح الحساب معانا، وممكن تفكر بعد كده. وحولني على واحدة يعني، عمل كده كأنه بيحول التليفون، إنما أنا إحساسي كده حاسس إن العملية كلها فيها لعب يعني. المهم في واحدة تانية جات اتكلمت معي على التليفون وفتحت لي حساب عندها على طول كده، وكان بقى المفروض إن أنا أدي لها رقم الكريدت كارد، البطاقة الائتمانية بتاعتي، علشان يتحول منها $100 أمريكي يدخل في الحساب هناك، وبعد كده هم يزودوا لي ال150. فقلت لها لا، لغاية كده ونقف، لا خليني أفكر
وارد عليكم بعدين. فهو الاولاني بقى الاخ الاولاني دوت رجع اتصل بيا، يعني رجع للمكالمه تاني وقال لي طب اتصل بيك بكره. قلت له اتصل بيا بكره اكون فكرت. ودخلت على النت وكتبت بحث كده عشان اشوف الشركه دي اخبارها ايه. لقيت ان في ناس بتقول ان بمجرد ما تعمل حساب وحتى لو استثماراتك زادت في الحساب بتاعك، ولو في اي وقت عاوز تسحب انت بقى فلوسك دي ما تعرفش تسحب، يعني بيبقى عندك حسابات بس ارقام كده وخلاص، انما لو عاوز تقفل الحساب بقى وتسحب فلوسك او تشتري بيها عملة ورقية مش هتعرف. فقررت ان عرفت ان ده نصب يعني. المهم فلما اتصل بي تاني يوم فقلت له قرار، يعني قلت له انا ما عنديش لسه ثقة كاملة في الموضوع كله، وافضل ان انا ما كملش في الموضوع ده، وقفلت معه على كده. فضل بقى يتصل بي كذا يوم ورا بعض، يعني يوميا بقى يجي لي مكالمة واشوف في نفس الرقم من لندن، فعلى طول اقفل السكة ومردش، اقفل ومردش، لغاية في اخر ما زهقت قمت عامل بلوك للرقم كله فما بقاش يتصل. جت في مرة بقى بعدها يعني اسبوع كده وانا على النت، لقيت في اعلان، كنت على صفحة بالعربي بقرأ صفحة اخبارية بالعربي، وكان في اعلان كده عن البيتكوين ده، فدخلت اشوفه، دخلت اشوف الاعلان، لقيته اتصل بيا من لندن. شوف انا داخل على ازاي بيعرفوا، ازاي اللي بيتصلوا، يعني واضح طبعا ان عملية التجسس مش سر دلوقتي، عمليات التجسس يعني على اعلى مستوى. فالمهم لقيت التليفون في ساعتها وانا لسه على الصفحة بتصفحها، لقيت التليفون جاي لي من لندن، فما رضيتش ارد عليه. فجت بعدها بقى من نقدر نقول من حوالي من امتى، من حوالي شهر تقريبا، من حوالي شهر جه في واحد بعت لي ايميل في شهر مايو، واحد بعت لي في اواخر مايو، في 26 مايو او 25 مايو، واحد بعت لي ايميل وبيعرض علي عمل يعني ووظيفة وكده. فبيقول والايميل جاي ايه، ان كنت انترستد، يعني ان كان الموضوع يهمك، يعني في يعني باتن كده بتدوس عليه فتسمح للشخص انه يتصل بيك، فانه يتواصل معك. فالمهم تواصل معايا على الواتساب، عرض عليا الشركة اللي هو بيدعي ان هو بيمثلها، واداني اسمه، ودخلت على النت ولقيت فعلا اسم الشخص ده موجود. الشركة تعتبر أكبر شركة استثمار في الصين، وطلبني كمترجم صيني إنجليزي، إنجليزي صيني، وعرضين علي مبلغ يعني خيالي، مبلغ ما باخدوش في الجامعة نفسها، في جامعة هونغ كونغ، يعني الجامعة اللي في هونغ كونغ، مش جامعة هونغ كونغ، لا الجامعة اللي في هونغ كونغ. يعني مبلغ خيالي، فأنا قلت أمشي معاه، يعني عايز أشوف. في البداية أنا ظنته شغل بجد، إنما لقيته بقى عمال الحوار كله كان باللغة الصينية زي ما أنتوا شايفين كده، مش عارف باين ولا لأ. وشوفوا بقى الحوارات، كل ده حوار، شايفين الحوار قد إيه؟ قاعد يسألني عن هواياتي وعن اللي بحبه وما حبوش وكلام كله، وأنا كل ده فاكر إنه هو عايز يعرف أنا بعرف أتكلم صيني ولا لا، وبعرف أكتب صيني ولا لا. فمشيت معاه وتجاوبت معاه. أول يوم قعدت يمكن 3 ساعات دردشة معاه على الواتساب، شوفوا كل دي دردشة عشان فاكر ان هو بيختبر صينيتي، لاني بعرف صيني احسن منه، هو صيني يعني. المهم تاني يوم لقيته برضو نفس الحكاية، الله هو في ايه، وبرضو يعني كلام، يعني اخبارك ايه، اتغديت ولا لسه، مش عارف ايه، يا ابني انت تصاحبني، انت لو انت بتاع شغل. قال لي انه في سنغافورة وهيرجع بعد كام يوم، فخلاص لما ترجع نبقى نتقابل ونشوفها، يعني آخرة الليلة دي ايه يعني، ما شوف عايز ايه يعني وكده، انما مش هنتصاحب يعني، في النهاية العلاقة عمل.
ثالث يوم نفس الحكاية، أنا وريتكم يعني شوفوا حجم الرسائل حالي 3-4 أيام، فبقيت أثر معاه يعني. من ثاني يوم بقى لما بقى يعني لقيته برضو بيتكلم في حاجات شخصية، يعني قضيت يومك إزاي، اتغديت إيه، مش عارف إيه، يعني لو معاك مبلغ مش عارف قد إيه ممكن تعمل بإيه، كلام من ده يعني، حاجات كده أسئلة شخصية. احنا عايزين نقابل الناس ما نعينهم، عايزين نعرف تفكيرهم ازاي وكلام وكل ده. انا قلت بقى ايه بعد تاني يوم، في تاني يوم على طول قلت ده حاجة من حاجتين لما لقيت العملية زادت عن حدها، او يمكن حتى من اول يوم، والله من اول يوم لما لقيت العملية يعني الدردشة يعني عدت تقريبا الساعتين و ابتديت أشك في أمره، قلت ده حاجة من حاجتين، يا إما نصاب يا إما واحد من المخابرات، ما هو ما يتكلمش بالطريقة ديت إلا واحد من حاجتين، يا إما نصاب يا إما مخابرات. فاللي هيحدد بقى ده من أي نوع منهم الهدف بتاعه. فأنا قلت أنا هصبر معاه وهمدله في الحبل كده عشان أشوف آخره إيه، عايز أشوف هو عايز إيه، لو هيكلمني في استثمار وهيكلمني في أي حاجة هعرف إن ده نصاب، أنا عرفت إن ده هدفه المال. وبالفعل لقيته بدأ يكلمني على البيتكوين وعلى الفوائد بتاعتها ومش عارف إيه، وإن هو بيستثمر فيها وعمل ملايين من وراها، وإن هو يحب لي الخير ويحب إن يشوفني بربح مئات الآلاف جاست لايك ذات في دقيقة ومش عارف ايه. وبدأ يعني فعرفت على طول انه نصب، حتى اخر صورة بعتها لي الاستثمارات حد معين او استثماراته هو ازاي بترتفع من بسرعة يعني. فالمهم يعني انا عرفت، ودي اخر ثلاث رسائل بعتهم له، اخر ثلاث رسائل بعتهم له بالصيني. قلت له على طول بقى ايه ما يسمى تنشيتين جيتا ولا نشي شارين بيانزا. قلت له أنا ماليش رغبة في الكلام ده، أنما عرفت أنت إيه، أنت مخادع. وبعد كده قلت له ويتين باكا ولا شنغان دا تينجا، أنا بلغت البوليس بتاع هونغ كونغ. وآخر رسالة قلت له تساي بيليان لو ما تتصلش بيا تاني. فخلاص عارف أني قفشته، وفعلا بلغت البوليس، كتبت تقرير، اتصلت بالبوليس، والبوليس اداني ويب سايت، عنوان ويب سايت، فدخلت على الويب سايت وعملت ريبورت، كتبت تقرير تفصيلي بان ده نصاب ولازم تاخدوا بالكم منه، وحطيت رقم تليفونه الواتساب بتاعه. والبوليس اتصل بيا من اسبوعين كده عشان يتاكد يعني يتابع معايا ويتاكد معايا الضابطه اللي اتصلت بيا هل نصب معايا عليا في اي فلوس. قلت لها ما نصبش عليا، قلت لها انا عرفت على طول ده، عرفت ان هو نصاب من اول جوله، انما انا ببلغ علشان ممكن ينصب على ناس تانية. فالام يعني شكرتني، وكنت اتوقع صراحه ان هم يحاولوا يقبضوا عليه يعملوا حاجه، انما للاسف البوليس. الام حصلت بقى نفس الحكايه امتى؟ من يوم 17 اغسطس، النهارده 22 اغسطس، يعني من 5 ايام بس. نفس الحكايه، ايميل برضو جالي وفي وظيفه مش عارف ايه، تحب هل انت انترستد، فدوست انترستد. قامت واحده بقى اتصلت بيا قالت لي مش عارف اسمها مانجر اوف هونغ كونغ خويجي ترانسليشن كومباني، هي مانجر للشركه وعايزين اكون مانجر للديبارتمنت لقسم الترجمه عندها، واسمها اني، اسمها اني. فالمهم المره دي بقى انا فهمت ان هي زيه، بس قلت برضو همشي معاها كده في كم خطوه واشوف اخبارها ايه. لما لقيتها برضو نفس الحكاية دخلت بدأت تكلمني تحب هواياتك ايه ومش عارف ايه، قمت مقصر معها على طول يعني، ما كملتش معاها في الحوار على طول. قلت لها لما نعمل انترفيو بقول لك هواياتي ايه. وبعد كده دخلت على الويب سايت بتاع الشركة اللي بتدعي اللي منها، وخدت التليفون واتصلت بيها، قالوا لي الشركة ما نعرفش حد بالاسم ده. ونفس الحكاية عملتها مع الشخص الاولاني، اتصلت بالشركة قلت لهم في حد اسمه كده، قالوا لي لا ما فيش حد اسمه كده، وده كان شخصية واحد في الصين هو بيدعي انه هو. فدي بقى بتقول لي ان احنا دايما بنعمل كده عشان نعرف شخصيات اللي هنتعامل معها. فقلت لها ان انا اتصلت بالشركة بتاعتك ومحدش يعرف
ما فيش حد اسمه أني. وبعد كده قلت لها ان انت لو انت عايزة بعد كده اظن الخطوة اللي بعد كده تكلمينا على البيتكوين والانفستمنت مش كده. فقلت لها انت مخدعة يعني this is a fraud. وقلت لها ان انا هبلغ البوليس. فقامت بطلت اتصال، توقفت عن الاتصال. I've reported your number to the police. وبعد كده بقول لها بالصيني بيانزا يعني انت مخادعة cheater. فالموضوع ده مش سهل لانه في هونج كونج يعني شوف الاخبار هنا شخص واحد بس، شخص واحد بس خسر 124 مليون هونج كونج دولار. 124 مليون هونج كونج دولار يعني تقريبا 15.9 مليون يو اس دولار، يعني قولوا 16 مليون يو اس دولار. شخص واحد بس اللي خسره بيتعمل عليه عملية نصب. إجمالي الخسارة في الناس اللي خسروا في هونج كونج على الأقل فوق ال 200 مليون 214 مليون هونج كونج دولار. ده يعني الارتكل ده مكتوب مثلا من يومين ولا ثلاثة، ممكن يكون الرقم زاد. والعمليات النصب تكاد تقترب من 500 عملية نصب. أنا بتكلم على هونج كونج بس، يعني حوالي 496 أيضا، دي إحصائية من كام يوم. 406 طبقا لمقال منشور في جريدة ساوث تشاينا مورنينج بوست من كام يوم. يعني ممكن تكون العمليات النصب وصلت ل 500 عملية نصب داخل هونج كونج فقط. فأنا أقول لكم بقول يعني البيتكوين دوت هي عملة إلكترونية بدأت تلقى رواجا في بلاد كتيرة، ومن ضمنها بعض البلاد العربية، حتى ان اول عملية تم شراء بيها اونلاين كانت في الاردن، في مطعم في الاردن واحد اشترى وجبة في مطعم في الاردن او حاجة زي كده. لو انت فاهم البيتكوين ده كويس قوي ويعني عندك الشجاعة والجرأة انك تستثمر فيه ولو جزء بسيط انت حر. انما الناس اللي ما تعرفش عن البيتكوين ويتصلوا بيها اي سمسرة، اي شركة سمسرة عشان يقنعوهم بالاستثمار في البيتكوين، خدوا بالكم دول نصابين نصابين نصابين. وديني عرضت عليكم ثلاث حالات نصب كانت بيحاولوا يعملوها معايا، شركة او بيدعوا انها شركة في لندن، الله اعلم ده حقيقي ولا لا. واثنين صينيين يعني واحد الشركة اللي في لندن كان الكلام كله بالانجليزي، فواضح ان هو مش صينيين. انما الاثنين التانيين صينيين شعبيين. فخدوا بالكم اي حد يحاول يعمل عليكم يعني اي قصة كده ويوهمكم بأي شيء يغريكم بالاستثمار في البيتكوين، خدوا بالكم دول شوية نصابين. اللهم بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.